السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من قناة ار جي كلاي في مقطع جديد وفن جديد. راح نتعرف اليوم على فن اللي نادي فيلسنج، اللي هو تلبيد الصوف. طبعا دقيقة، طلبت البوكس هذا من شي ان، يجي مع الادوات ويجي مع حقت النفس، هذا ما ادري ايش اسمه، يجي مع المهم، ويجي مع حقت الميداليه، وحقت الميداليه هذيك الخيوط والعيون، العيون تجيكم زي المسمار، تغرزونها بالشكل، وفي اللينة وإبر. طبعا بقولكم كيف تسوون هذا الشيء. اول شيء انه هذا الفن ما يصلح يسوون معكم اطفال، او انه اطفال يسوون معكم، حتى انتم يبغالكم تركيز عشان ما تجرحوا نفسكم بالغلط. ما ادري اذا في قفازات معينة او شيء يعني يحمي، بس ما اعرف انا لاني ما قد جربت، بس يبغاكم تركيز يعني عشان ما تجرحوا نفسكم، لان اكثر من مرة رحت نفسي. المهم علينا، جيكم هذه الوان في البوكس بالاضافة الى اللون الاحمر. دقيقة، وين اللون الاحمر؟ هذا اللون الاحمر، لكن انا فتحته. يجي مع كتيب توتوريال، ويجي مع بقولكم كيف تتحون منه. يجي مع هذه الخشبة اللي هي الأداة التلبيد نفسها، تفتحونه تاخذون إبرة من هنا، يجيكم إبر تدخلونه في المكان النحيف هنا عشان يدخل معكم على المسكة على طول، يثبت كذا، يكون ثابت، يمديكم تسوون الشكل اللي تبغونه. طيب أنا سويت من أول تجربة، يعني مو نفس الشكل اللي أنا أبغى أسويه معكم، الشكل اللي أبغى أسويه معكم إن شاء الله بسوي دمية نفس هذه. شو كيف مرة كيوت، أسوي معكم مقطع كذا وأنا أسوي يكون مسرع أفضل، أو ما أدري والله، يعني مسرع في لقطات بخليها عادية عشان تركزون وش أنا سويت بالضبط. وهذا الشكل بس عشان يعني أعرفكم بالبداية كيف تسوونه. أنا الحين حاولت إني أسوي حرف الآر اللي هو حرفي، لكن اول شيء مثلا اذا جيتوا تفتحون الصوف نفسه الكيسة يطلع لكم كذا بهذا الشكل، تفتحونه اول شيء تخلونه يعني مو انكم تاخذون شعرة كذا، ثبتونها على المكان اللي تبغونه. مثلا شوف، نثبت، شوفوا كيف على طول مسك معايا على الشكل مرة، وتبدون تدخلون إلين ما تحسون الشكل يرتب معاكم، حتى إذا مثلا صار فينا شعيرات كذا تلفونها كذا وتدخلون، تلفون وتدخلون، يبدأ يوضح معكم الشكل اللي أنتم تبغونه. دقيقة أنا بزوم، كذا أهم شيء نفس ما قلت لكم إنكم تحافظون إن ما يعني تأذون نفسكم بالغلط بالإبرة. صوت مرة يعجبني، صار معنا بعدين. مرة حلو، تبون يعني وانتم تسوون متحمسين تجرحوا نفسكم بالغلط، لان اكثر من مرة اجرح نفسي، مرة يوجع، مرة حاد هذا. طيب تبدون يعني على حسب يعني تشوفونه الشكل يبدأ معكم يوضح أكثر.
طبعا هذا بس فيديو تجريبي عشان ما أصدمكم بعدين بأعمالي منه، وأنتم تعرفوني أنا دائما أسوي بالصلصال، ومرة سويت بالعجينة سيليك بلاستر، فعشان كذا ما أبغاكم تصدمون لأن أنا الحين بديت بهذا، وإن شاء الله يعني أستمر فيه، بسوي كم عمل منه، وإن شاء الله ما أسحب نفس ما قلت أول مرة في المقطع اللي فات، قلت إني بسوي عمل من سيليك بلاستر، فأنا ما سحبت يعني لسه أنا في جدولي إني راح أسوي إن شاء الله إذا أساحت لي فرصة، فلا تحسب إني سحبت، فبرجع إن شاء الله له. وبصور لكم مقاطع أكثر إن شاء الله إذا لقيت وقت، يعني إذا عشان يكون بالشكل الأفضل لكم. هذا بس كده يعني تجريبي، وأوريكم هذه الدمية جميلة مرة حلوة، حلو إنكم إنها بعد يعني مرنة. في بعضهم يرسمون أعمال منه، وشوفوا الشيء اللي يعجبكم أنتم وسووا منه، يعني أنا مرة صراحة عجبني، فإن شاء الله يعني بسوي كم عمل منه زي الميدالية هذه الحلوة، بسوي فيديو معكم إن شاء الله أسوي يعني يكون نفس ما قلت لكم. أحس إني قاعدة أكرر كلامي. المهم إن شاء الله يعني أفدتكم وعجبكم المقطع، يعني أحس ما في شيء في المقطع، يعني بس إني عرفتكم على الأعمال هذه الشكل عشان ما أصدمكم بعدين، يعني وأنتقل من فن لفن، وأنا ما بعد سويت الأشياء اللي قلتكم عنها. فأنا ما إن شاء الله يعني أنا في بالي إنه أنا مضبطة كل شيء في مخي، مضبطة كل شيء، بسوي لكم أعمال دمى من هذه، كم دمية بسويها، بسوي برضو صندوق السيليك بلاستر، العجينة السيليك بلاستر، يعني ما لسه في بالي. إذا وصلنا لنهاية المقطع إن شاء الله أكون أفدتكم، وتذكروا إنه مو هذا المقطع اللي وعدتكم فيه، يعني في مقطع ثاني أفضل بيكون، هذا بس يعني تعريفي عشان ما أصدمكم بعدين، وبس مع السلامة.